وللمزيد من المتابعة حول حوار بيترسبرغ في ألمانيا ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. دكتور مصطفى، قمة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، تنشغل هي الأخرى بالتغيرات المناخية، لكن هذه الرئاسة المشتركة للحوار ما بين مصر وألمانيا. كيف تابعت هذه القضية والتشابكات مع الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم؟ طبعا بعد التحية، النهاردة السيد الرئيس بيعرض تجربة مصر في التحول المناخي، وأيضا هذا الأمر في غاية الأهمية نظرا للتغير في العديد من الأمور الاقتصادية. اللي احنا بنشوفه النهاردة في الأمر، بيتحدث السيد الرئيس عن العديد من القضايا ليس فقط مع ألمانيا وإنما أيضا مع الاتحاد الأوروبي نظرا لأهمية هذا الوضع. تحدث السيد الرئيس النهارده بعرض كثير من التجربه المصريه في خلال الاعوام الماضيه، وتحدث كمان في عدد من النقاط في غايه الاهميه كيفيه المتغيرات العالميه للمناخ. شاف النهارده وضع الرؤيه المصريه ازاي بنتغير مع التغيرات العالميه ومواجهه التغيرات العالميه. السيد الرئيس النهارده وضع كمان رؤيه القاره الافريقيه وازاي يكون في يعني التعامل مع التحديات والصعوبات الخاصة خلال الفترة اللي جاية. كمان تحدث السيد الرئيس عن سرعة مصر اتخاذ خطوات تفاعلية لإعداد للقمة المعقدة إن شاء الله في شرم الشيخ خلال سبتمبر القادم، وكل ده النهاردة بيضع أعتقد رؤية واضحة أمام القادة في الاتحاد الأوروبي وبالأخص في ألمانيا اللي ليها من التجارب الهامة جدا في كيفية التعامل مع هذه الأمور. نعم، لكن أيضا أشار سيادته إلى أزمة الغذاء العالمية وتفاقم مشكلة الطاقة، خاصة في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية. مظبوط، وهو تحدث السيد الرئيس يضع العالم أمام العديد من القضايا اللي هي لها من الصعوبات في والتحديات أمام العالم. زي ما حضرتك تفضلتي، وضع أزمة الطاقة العالمية في الوضع الراهن، وتأثيرات أزمة الغذاء، وأيضا كمان كيفية المعاناة اللي بتكون للدول النامية وتداعياتها على الأحداث خلال السنوات القادمة. اللي احنا بنشوف النهاردة ضعف التدفقات والتمويل، أعتقد ده من أهم القضايا اللي السيد الرئيس كان بيتحدث عنها وما زال يتحدث عنها نظرا لصعوبتها في التعامل مع المؤسسات الدولية. بمنتهى البساطة، إن لم تكن الدول الصناعية الكبرى أو الاتحاد الأوروبي أو حتى البنك الدولي يساهم مساهمة كبيرة جدا في التعامل مع القضايا ذات التمويل، أعتقد ده هيواجه تحديات صعبة خلال الفترة القادمة. علشان كده السيد الرئيس النهاردة وضع هذه الأمور أمام ألمانيا وأمام الاتحاد الأوروبي كاتخاذهم للقرارات اللي هي حقيقة تواكب هذه الأمور. نعم، لكن إلى أي مدى تشكل هذه الأزمة الاقتصادية العالمية عائق أمام استمرارية التمويل أو حتى مضاعفة ما يمكن أن يكون حتى نتغلب على الآثار السلبية للتغيرات المناخية؟ خلينا نقول كان في اجتماعات ما بين الدول مجموعة الـ20 وأيضا الدول السبع، وعدت أن يكون في ضخ حوالي 600 مليار دولار لمساعدة الدول النامية. لسه بالأمس القريب رئيس الصندوق النقد الدولي تتحدث إن لم يكن في تكاتف من الدول الصناعية الكبرى والدول المجموعة الـ20 سوف يكون الغالب تأثير المجتمعات الأكثر فقرا هتكون خطرك على المجتمع الدولي. علشان كده ان احنا بندق جرس انذار بيتحدث بيه السيد الرئيس، ان لم يتكاتف العالم لحل مشكله الفقر ومشكله الامن الغذائي سوف يواجه العالم صعوبات اكثر خلال السنوات القادمه. لازم يكون في تكاتف لرؤيه واضحه من مؤسسات الدوليه حوالين كيفيه تغطيه الامور للامن الغذائي، للامن التغيرات في المناخ. اعتقد ده هيكون ليه مردود ايجابي ان اسرعنا في الحلول الاقتصاديه بالاخص التمويل والاستثمار في البنيه التحتيه الغذائيه، زي ما تحدث الرئيس بايدن لما كان في قمه مجموعه الخليج وايضا مع مصر والاردن والعراق. نعم، ماذا عن تصرفات وسياسات داخليه لمصر في هذا الصدد؟ التحول الى الاقتصاد الاخضر مردوده على الاقتصاد القومي وايضا عمليات الاقتصاد المستدام في الداخل المصري. طبعا مصر بتدي توجيهات كثيره للتحول للاقتصاد الاخضر.
اخرها طبعا ان مصر بتبحث ان يكون في تمويلات من المؤسسات الدوليه وتكون في شراكات لتعزيز هذه الامور، خلاف ان احنا بنتوجه بان احنا يكون عندنا رؤيه واضحه لغايه 2030 ازاي نتحول للاقتصاد الاخضر. مصر اصدرت اول سندات في الشرق الاوسط، سندات خضراء بقيمه 750 مليون دولار. مصر بتتحول النهارده للبيئه النظيفه حوالين كثير من التغيرات واعاده هيكله منظومه النقل وايضا منظومه التحول التكنولوجي ان احنا بنتحدث عنها دائما واصدار عدد من ادوات التمويل. اعتقد دي نجاحات مصر بتخطو ليها. ما ننساش ان احنا التجربه بالنسبه لنا تجربه لسه في بدايتها، بنسعى ان احنا نستضيف القمه الكبيره اللي هتعقد في شرم الشيخ خلال الشهور القادمه. لازم يكون في شراكات ونعرضها على العالم. البنيه التحتيه في مصر بنيه قويه نقدر نكون جاذبين لاستثمارات تتحول للاقتصاد الاخضر. عندنا العديد من المؤسسات النهارده بتتحول لتكنولوجيا حديثه، ده نجاح كبير الحمد لله مصر تحققه مع شركائها سواء من المؤسسات الخارجيه او ايضا من المؤسسات المحليه. نعم دكتور مصطفى، علاقات وطيده ما بين مصر والمانيا وبالطبع في صادراتها التعاون في المجالات التنموية المختلفة وأيضا المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا ولجنة مشتركة لرجال الأعمال المصريين والألمان، كيف ترى هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد من التعاون، خاصة أن هناك وفد رفيع المستوى يتوجه أو توجه بالفعل من مصر إلى برلين؟ خلينا نقول زيارة السيد الرئيس طبعا لبرلين أو لألمانيا هذه ليس المرة الأولى. المجتمع الألماني مجتمع يعني بيكون قادر دايما على بحث عن فرص الاستثمار. مصر بتعمل شراكات استراتيجية كبيرة جدا مع المجتمع الألماني ومع برلين، وخاصة ان احنا اكتسبنا ثقة كبيرة جدا مع المجتمع الاقتصادي والمجتمع الاستثماري. بحثنا معهم العديد من الفرص الاستثمار منذ تولي السيد الرئيس. كان السبق لينا ان احنا عندنا اكبر محطه كهرباء من الشركه العالميه شركه سيمنز، نجحنا ان احنا نغزو السوق الاوروبي بان احنا نجذب العديد من الاستثمارات. السوق الالماني النهارده بيبحث ازاي يكون معاه شراكه استراتيجيه في مصر في البنيه التحتيه، سواء بقى في وسائل النقل، سواء في التكنولوجيا الحديثه، سواء في محطات الكهرباء او تحليه المياه. ما ننساش كمان ان احنا عندنا العديد من وسائل التعليميه زي مثال الجامعات الالمانيه وايضا الوسائل التعليميه الحديثه والتكنولوجيه. اعتقد المجتمع الالماني بيكون قادر على دخوله للسوق المصريه بناء على ثقه كبيره جدا اكتسبها من التعامل مع السيد الرئيس، وايضا اكتسبها من ثقه ان المجتمع المصري مجتمع النهارده بيتغير للمستوى الاحسن في نجاحاته. والحمد لله يوم بيوم احنا بنكتسب ثقة كبيرة جدا بتعاملنا مع بعضنا البعض. واعتقد السيد الرئيس دايما بيحمل ملف الاستثمار لان يكون جاذب للعديد من المؤسسات الدولية وبالاخص من المانيا والشركات العالمية الكبرى الموجودة في سوق الاتحاد الاوروبي. نعم، وهذا ظهر جليا في إشادات المستشار الألماني أولاف شولتس بالسياسات المصرية والنهج الذي تتبعه في قضايا التنمية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي.